هنتابع ونعرف تفاصيل أكتر عن أهمية الأسواق دي بالنسبة للصادرات المصرية. هنتكلم عنها عبر الهاتف مع الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي. برحب بيك، صباح الخير دكتور أشرف. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ هشام صباح النور والأستاذة. صباح الخير على حضرتك يا صباح دكتور النور. منور. يعني لو نبدأ بأهم الاشتراطات الفنية، الحقيقة يعني نقطة لفتت نظري وإحنا بنبدأ الخبر فيما يتعلق بالصادرات المصرية، إيه المعايير اللي النهاردة بتطبقها مصر لصادراتها عشان يعني تفتح هذه الأسواق أمام الصادرات بهذا الشكل؟ بنتكلم على البطاطس في الأسواق المغربية والفراولة في الأسواق الكندية لأول مرة. هذا أمر في غاية الأهمية يا أستاذ هشام وأستاذ سمر، أمر حيوي جدا، وكلمة السر لولوج الأسواق العالمية هي فكرة الجودة. صحيح. ومصر تطبق أعلى معايير الجودة، معايير اليوروب كاب بالنسبة للاتحاد الأوروبي والجلوبال كاب بالنسبة لدول العالم بوجه عام، وكل ذلك مكن مصر خلال العشر سنوات الماضية من فتح 95 سوق جديدة، أذكر منها بالإضافة إلى كندا والمغرب التي تم إشارة إليهم اليوم، أسواق نيوزيلندا وأستراليا وجنوب أفريقيا وشيلي واليابان والصين لعديد من الحاصلات. واحتلت مصر المرتبة الأولى في تصدير الموالح عالميا بعد أن كانت أسبانيا تحتل تلك المرتبة تقليديا. وفي حقيقة الأمر فإن الأزمات العالمية كما أنها تلقي بتحديات على الإنتاج والتصدير، فإنها تتيح فرصا لمن يستطيع أن يقتنص تلك الفرص وتتيح فرصا للمجتهد في هذا السياق. وهذا ما حدث مع الصادرات الزراعية المصرية التي تمثل قصة نجاح بكل المقاييس خلال الأربعة أعوام الأخيرة، وحتى يعني خلال الربع الأول من هذا العام نجد أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت بقيمة بأكثر من 800 مليون دولار عن الفترة الموازية لها في العام الماضي. عظيم جدا. طبعا دكتور حضرتك كما بتشير انه مسألة التصدير بتفتح باب مهم جدا الحقيقة لمسألة يعني ادخال العملة الصعبة كإضافة طبعا يعني القوم الناتج القومي او بالتأكيد الناتج الاجمالي المحلي. الحقيقه صحيح يا هشام. طيب خليني اسالك يا دكتور عن ابرز هذه المحاصيل اللي حضرتك اشرت انها يعني استطاعت انها تخترق اكثر من 95 سوق اجنبي في غايه الاهميه، وما اشرت اليه حضرتك بالفعل يعني مهما بحث الاقتصاديون لن يجدوا ملاذ افضل من القطاع الزراعي، إما للإحلال محل الواردات أو لزيادة الصادرات بتوفير العملة الصعبة. أما بالنسبة لأهم المحاصيل التصديرية، تحتل الموالح المرتبة الأولى، ومصر تصدر تقريبا 2 مليون طن برتقال، يليها البطاطس. مصر تقريبا تصدر 900 ألف طن بطاطس، وفتح السوق المغربي هو شيء جيد جدا لأن المغرب دولة منافسة لنا في تصدير الحصلات الزراعية، وهي تقع في نفس المناخ مناخ البحر المتوسط. أيضا الفراولة، مصر تحتل المرتبة الأولى في تصدير الفراولة. نعم. المجمدة على مستوى العالم. وفتح السوق الكندي شيء جيد جدا، خاصة أنه صحيح بعيد وتكاليف نقله مرتفعة، لكن رغم ذلك استطاعت الصادرات المصرية. نعم. أن تخترق هذا السوق بشكل كبير. أيضا الفاصوليا الخضراء والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطن وكثير من الحاصلات في حقيقة الأمر تقوم مصر. نعم. بنشكرك شكرا جزيلا على هذا الإيضاح طبعا وعلى هذه المداخلة دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي.